مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: من المواقع المحلية، لماذا قناة بلقيس تجربة رصينة؟ المشاهد نت: النازحون في رمضان، المساعدات لا تكفي. وفي الأخبار المنوعة: بريطانيا دراجة لكل مواطن من أجل إصلاح ما أفسده كورونا. في الذكرى 5 لتأسيس قناة بلقيس، يمكن القول أن القناة استطاعت تكوين شخصية خاصة بها، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ثبات خطها التحريري وفي قدرتها على تغطية القضايا المختلفة بموضوعية ومسؤولية، وهي أمور لم تكن لتتحقق لولا الفصل القائم بين الملكية والتحرير. هذا مفتتح تقرير نشره موقع قناة بلقيس بمناسبة ذكرى التأسيس الذي يصادف اليوم 11 من مايو. وتساءل الموقع: لماذا قناة بلقيس تجربة رصينة؟ قال التقرير الذي كتبه عبد الغني الماوري: إن بلقيس حافظت في أشد المراحل استقطابا على موضوعيتها وعلى القواعد المهنية التي ارتضتها لنفسها منذ تأسيسها. يتضح ذلك جليا من خلال اختيار قائمة المصطلحات التي يتم استخدامها في نشرات الأخبار، والابتعاد عن التوصيفات المذهبية أو الدعائية التي تشتهر بها بعض وسائل الإعلام. أما على صعيد الأفكار، فقد سعت بلقيس لإبراز الوجه الجمهوري لليمن والاحتفاء برموزه، سواء كانوا سياسيين أو أدباء أو فنيين، كان لهم تأثير وحضور في وجدان اليمنيين في العقود السابقة. كما اهتمت أيضا بالجانب الديمقراطي في اليمن الذي تضاءل بسبب الحرب وهيمنة الميليشيا على الوضع في البلاد. ففي حين تتصاعد دعوات البعض للتخلي عن التعددية السياسية والحزبية، تحرص القناة على إبراز مواقف الأحزاب السياسية، وعندما تناقش دور تلك الأحزاب فإنها تفعل ذلك من منطلق أهمية التجربة الحزبية رغم ما شابها من إخفاقات. وطبقا للتقرير، فإن أهم ما اتسمت به تجربة بلقيس القصيرة والثرية في آن هو الاهتمام بالإنسان اليمني، فحضرت تفاصيل لم تكن معهودة من قبل وبطولات لأشخاص عاديين في كل المجالات. قناة بلقيس وشعارات الحياد الزائفة. تحت هذا العنوان كتب الصحفي والكاتب المعروف حسن عبد الوارث مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس، وجاء في مقتطفات من المقال: لا تكون الحيادية إلا بين أصحاب الحق الواحد والمبدأ الواحد والقضية الواحدة. أما الحياد بين الجاني والضحية، بين القاتل والجثة، أو بين راية الحق وخرقة الباطل، فهي جريمة أخرى ومضاعفة ومستمرة مع سبق الإصرار. قناة بلقيس واحدة من منابر إعلامية قليلة بل نادرة أدركت هذه الحقيقة، ولهذا لم تقع يوما في المنطقة الحيادية الرمادية بين اللونين الأسود والأبيض. يوما عن يوم تتأكد لي صوابية قناعتي بصواب الدرب الذي تسير عليه هذه القناة، وليس ذاك بمستغرب في ظل فريق يحمل أنضج بذور النجاح والتميز والإبداع، وفي ظل رئيسة مجلس إدارة أطلقت كل أجنحة الحرية الفكرية والإعلامية للمشتغلين معها. إن هذه القناة وهي تطفئ اليوم شمعتها 5 تؤكد مجددا أنها تأسست لتستمر، وانطلقت لتقتحم وتواكب وتتألق وتتجدد وتنجح على طول الخط، وهي حققت الكثير من مواقف وشواهد التحرير والاعتقاد بضرورة الرأي المغاير، عدا أنها ظلت راسخة الوقفة والموقف حيث الإنسان ومعاناته اليومية، وهو شعار حقيقي للقناة وليس مجرد عنوان برنامج. لأسرة بلقيس ورائدتها تعظيم سلام في وهج الشمعة 5. لا يوجد في عدن نظام صحي جيد يمكنه تفسير ما يحدث في المدينة التي يسيطر على إيراداتها المجلس الانتقالي. وعنون موقع عدن الغد: تكاثر تشييع الجنائز في عدن يقلق المواطنين. وقال الموقع: تأتي كثرة تشييع الجنائز دون معرفة سبب الوفاة بعد انتشار الحميات بشكل مفزع في الآونة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في خوف وهلع بين المواطنين. يفيد الموقع
أن الظاهرة تحدث بعد أن أغلقت معظم المستشفيات أبوابها في وجوه المواطنين. قال السكان في المدينة إن استمرار تزايد عدد الجنائز في المدينة يأتي نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة والحميات جراء ما خلفته مياه الأمطار من تراكمات القمامة وطفح الصرف الصحي في الشوارع والأحياء السكنية والأرصفة. وناشد المواطنون وزارة الصحة والجهات المعنية التدخل السريع من أجل إنقاذ المواطنين من هذه الأوبئة التي قد تتسبب في كارثة إنسانية وزيادة قتل المواطنين. أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا العاصمة المؤقتة عدن مدينة موبوءة في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد والأوبئة الأخرى. وعنون المصدر أونلاين: اللجنة العليا للطوارئ تعلن عدن مدينة موبوءة وتدعو المجتمع الدولي إلى المساعدة لاحتواء انتشار الأوبئة. جاء هذا الإعلان في اجتماع للجنة برئاسة رئيس الوزراء في ضوء تقرير حول ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدن إلى 35 حالة إصابة بينها 4 وفيات، تزامناً مع تفشي عدد من الأمراض والحميات بسبب الأمراض والسيول التي ضربت المحافظة مؤخراً. وناشدت لجنة الطوارئ المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية المعنية تقديم الدعم للقطاع الصحي في المدينة بما يسهم في احتواء انتشار الوباء. واتخذت اللجنة قراراً بإيقاف حركة النقل الجماعي من محافظة عدن إلى بقية المحافظات الأخرى مع السماح باستمرار حركة النقل التجاري. وقالت اللجنة إن الوضع الإداري والسياسي في المدينة يعرقل أي جهود تبذل لمواجهة الوباء. المراسل الصحفي في قناة الجزيرة حمدي البكاري كتب مقالاً بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق قناة بلقيس، وقال في جزء منه: أكثر ما يلفت انتباهك في قناة بلقيس هو ذلك التنوع في طاقم عملها. التنوع انعكس تماماً على المحتوى، السياق والجملة والمفردة والوجوه. هذا سر متسيد في حضورها وتصدرها اليوم المشهد الإخباري اليمني. كادر يملك طاقة خلاقة، أضاف إلى الآلة والتقنية وهج الروح وبريق المعنى. شبان قدموا من مسارات السياسة والأحلام والثورة وأوجاع الناس، من الواقع اليمني بكل صراعاته وتصالحاته، تناقضاته وتوافقاته، انتصاراته وانتكاساته، ووجدوا ذاتهم قد استقر ربيعها في قلب مهنة فيها من القواعد ما يجب التزامه، ومن المشاعر الجمعية ما يمكن البوح به. وكما أن الصحافة ليست منفصلة عن السياسة، فإن الأهم هو تطويع السياسة لصالح المهنة وليس العكس. وقد منحت الخلفيات السياسية المتنوعة لطاقم بلقيس منتوج القناة ثراء لافتا وميزته عن غيره. استوعبت بلقيس طاقما يضيف ويبدع وينجز ويخلق هويته المهنية، مراسلين ومصورين وفنيين ميدانيين فيهم من الشجاعة ما يكفي ومن إثبات الذات ما يستدعي الفخر بهم. تضافرت عوامل روح الفريق، روح الاختلاف، روح الجدل، الحضور في الميدان، مساحة الرأي، استخدام التكنولوجيا الحديثة، مواكبة الجديد ومحاكاة التجارب المتقدمة. فشكلت جميعها عوامل أوصلت القناة إلى الناس ورسمت نجاحاً إخبارياً للشأن اليمني. تحتاج القناة من وجهة نظري كمشاهد إلى الحفاظ على هذا النجاح وتقديم المزيد. والمزيد بالنسبة للصحافة والإعلام هو ما يفاجئ المتلقي ويبهره وليس ما يتوقعه. برامج جديدة، حضور مختلف، وصول لمناطق وقضايا لم يتم الوصول إليها من قبل. النازحون من أكثر الفئات المتضررة من الحرب تزداد معاناتهم وهم بعيدون عن ديارهم. وقد نشر المشاهد نت تقريرا بعنوان: النازحون في رمضان مساعدات لا تكفي. مدير الوحدة التنفيذية أو الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى تحدث عن وضع مأساوي يلقي بثقله على آلاف الأسر النازحة في مخيمات النزوح. قال للمشاهد إن مأرب استقبلت على مدى السنوات الماضية قرابة 2.5 مليون نازح شردتهم الحرب. وأكد مثنى أن محافظة مأرب يوجد فيها 134 مخيم نزوح، منها مخيم الجفينة للنازحين الذي يعد أكبر مخيم نزوح في اليمن على الإطلاق.
ويحوي أكثر من 6500 أسرة نازحة. لافتاً إلى أن النازحين في المخيمات لا يتجاوزون 20% من إجمالي عدد النازحين الذين استقبلتهم المحافظة والذين يعيشون في منازل بالمدينة. يقول ناصر وهو نازح في مخيم السويداء للنازحين بمأرب للمشاهد: رمضان هذا العام حل علينا ضيفا ثقيلا وأوجعني بشكل كبير جدا، وكذا أوجع آلاف الأسر النازحة، مضيفا: فقدت أسرتي وزوجتي وأطفالي الأربعة في السيول التي اجتاحت المخيم، وها أنا أعيش مع الحزن والأسى بعد فراقهم. مع تفشي وباء كوفيد-19 أضحى الصحفيون يعيشون مخاوف دائمة من الإصابة مع تصاعد الأرقام التي تنشرها المصادر الحكومية اليمنية للمصابين وحالات الوفاة. فلم تعد كتابة أخبار انتشار فيروس كورونا من وراء الشاشات مصدر قلق للصحفيين اليمنيين فحسب، بل باتت الإصابة المباشرة به هاجسا يوميا وواقعا صعبا تضاهيه صعوبة التغطية الصحفية في زمن الحرب والانتهاكات الواسعة التي تطال حرية الصحافة. تعنون صحيفة العربية الجديد: كورونا وصحفي اليمن شهادات عن الكابوس. ووفقا للصحيفة، يحيط قلق في أوساط الصحفيين والمنظمات المحلية المعنية بالدفاع عن حرية التعبير من إصابة الصحفيين المعتقلين لدى الحوثيين والحكومة جراء استمرار احتجازهم في المعتقلات. وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها مطالبتها للأطراف اليمنية بالإفراج عن جميع الصحفيين المختطفين، محملة إياهم مسؤولية ما قد يتعرض له الزملاء من أذى ومخاطر خصوصا مع تفشي فيروس كورونا. وأشارت النقابة إلى أنها تعي المخاطر والتحديات التي خلفتها أزمة كورونا على الصحفيين، داعية كل الزملاء إلى التقيد بإرشادات الاتحاد الدولي للصحفيين في تغطية هذه الأزمة بمسؤولية والتزام الإرشادات الخاصة بالسلامة لحماية الزملاء وأسرهم. تصف الصحفية اليمنية صفية مهدي وضع العمل الصحفي منذ سنوات في البلاد بالكارثي على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والمادية. وتضيف في تصريح للعربية الجديد أنه مع تفشي فيروس كورونا أصبح الوضع أصعب بسبب قيود التنقل والمخاوف من تفشي الفيروس وسط بيئة صحية منهارة أساساً تجعل الوضع أكثر تعقيداً. وتشدد مهدي على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية ومنها تقليل الاحتكاك قدر الإمكان والاستفادة من وسائل التواصل في إنجاز المادة الصحفية دون الاضطرار إلى التنقل إلا عند الضرورة. عبد الهادي العزعزي كتب عن 5 سنوات من انطلاق قناة بلقيس مضيفا في مقال ينشره موقعها: تعتبر القناة إضافة نوعية بكل معاني الكلمة في مجال الإعلام اليمني ما بعد ثورة 11 من فبراير 2011، وتعبيرا عن الروح الثقافية لهذه الثورة التي تهافتت عليها قوى الماضي من كل حدب وصوب، وطنيا وإقليميا ودوليا. فهي قناة ثورية بكل معاني الكلمة، ومنبر معبر عن روح ثورة التغيير السلمي في اليمن، وجزء أصيل من ثورة الربيع العربي التي تفجرت داخل منطقة منغمسة في أتون براثن ثقافة الاستبداد بكافة أشكاله وأنواعه. استبداد وصل في درجته إلى حد التوارث للمهن، استبداد قتل كل الممكنات الإنسانية المتاحة، وكاد أن يجعل السياسة مهنة تورث وتحتكر لصالح نخبة سياسية واقتصادية فاسدة أكلت الماضي ودمرت الحاضر وكانت متحفزة كي تلتهم المستقبل وكأنها قدر لا فكاك منه. فكانت قناة بلقيس أملاً في إيجاد مساحة لخطاب ثوري في مضمونه وأدواته وأفراده أيضاً. إنها قناة تحاول غرس قيم الاختلاف وتأصيل أسس ثقافة الديمقراطية لتتجاوز خطابات الإيديولوجيات الاستبدادية المتأصلة في الوعي الثقافي والسلوكي اليمني والعربي معاً، وهي لا تزال تتقدم وفق نسق منظم ومنطقي في الخطاب التغييري. رغم المعوقات فقد استطاعت خلق أفق ثقافي مغاير بكل المقاييس المتعارف عليها. ذكر تقرير لصحيفة ألمانية أن الاحتفال بين اللاعبين بتسجيل الأهداف سيقتصر فقط على التلامس بالمرفق أو بالقدم،
وذلك لدى استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بونسيلغا بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. تستأنف منافسات الدوري الألماني من جديد اعتبارا من 16 مايو أيار الجاري بإقامة المباريات دون جمهور ووفق احتياطات وقواعد صحية صارمة. وذكرت صحيفة بيلد واسعة الانتشار في تقرير لها أنه سيحظر على اللاعبين المصافحة أو المعانقة خلال الاحتفال بتسجيل الأهداف على أرض الملعب، وأشارت إلى أنه عند إجراء أي تبديل في صفوف الفريق يحظر على اللاعبين المصافحة المعتادة خلال عملية التبديل، وذلك إلى جانب حظر البصق على أرضية الملعب من قبل اللاعبين، وسيمنع التقاط الصورة الجماعية للاعبين قبل المباراة. كذلك تتضمن التعليمات إلزام جميع الأشخاص على مقاعد البدلاء بارتداء الكمامات مع مراعاة التباعد بين كل شخص وآخر. أما المدرب فسيسمح له برفع الكمامة عند إصدار التعليمات بحيث يكون على مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر عن أي شخص آخر. كما يسمح للفرق بوضع صور كرتونية على المدرجات تمثل المشجعين، حيث ستقام المباريات دون جماهير. كما يمكن للفرق أن تعلق لافتات أيضا على الملعب. أطلقت بريطانيا مبادرة الدراجات الهوائية لتخفيف ما أفسده كورونا في رشاقة مواطنيها وصحتهم خلال الحجر الصحي الذي فرضته لمكافحة تفشيه، واستبعادا لاستئناف وسائل النقل العام عملها. وعنون موقع روسيا اليوم: بريطانيا دراجة لكل مواطن لأجل إصلاح ما أفسده كورونا والاستمرار في مكافحته. ويعد الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس التاجي، رأت الحكومة أن المكوث داخل المنازل شكل خطراً على رشاقة البريطانيين وزاد من أوزانهم، لذلك عمدت لإطلاق مبادرة الدراجات الهوائية. وأعلنت حكومة بوريس جونسون عن مبادرة بقيمة 2 ملياري جنيه استرليني لخفض استخدام المواطنين لوسائل النقل العام واستبدالها باستراتيجية العجلات الهوائية. المرحلة الأولى من الخطة عبارة عن حزمة بمقدار 250 مليون جنيه استرليني من التدخلات الطارئة السريعة لجعل ركوب الدراجات والمشي أكثر أماناً على الطرقات، ويشمل ذلك إنشاء ممرات خاصة للدراجات وأرصفة أوسع للمشي. صحيفة الغارديان نشرت مجموعة من صور عالم الحيوان كتعبير عن حالة الهدوء التي يعيشها بعيدا عن زحمة وضجيج الحياة. نتابع. أخيراً، عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.